اذكر موضوعات غالبا ما تدرس في المرحلة الابتدائية. نعم استاذ احمد. الموضوعات القراءة. القراءة ما اعرف. اذكر لي موضوعات غالبا ما تدرس في المرحلة الابتدائية. القراءة. 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 نعم القراءة واللغة العربية، حتى يعلمون الطالب بالبدايات كيف يتكلم اللغة العربية، وهو أعلى احتمال. من حقك أن تقرر، نروح وياكم لو نروح وياهم. لا أسوأ يمكم. تفضل تفضل أستاذ إسماعيل، أهلا وسهلا. إذا نشوف الأخت جيلان. أخت جيلان اذكري لي موضوعات غالبا ما تدرس في المرحلة الابتدائية. للرياضيات. الرياضيات صح. والأخ هشام. الكتابة. 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 خطأ. حسام اذكر موضوعات غالبا ما تدرس في المرحلة الابتدائية. التربية الإسلامية. التربية الإسلامية صح. وعدكم خطأ واحد وأرجع لك أستاذ أحمد. نعم. رجع لك. رجعت لك. يلا العلوم. العلوم الحياتية. العلوم. العلوم. نعم الاحتمال الثالث. وأخت جيلان الإنجليزي. اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية.